برضو عايز اقول على حاجه ان عدد الرهبان والرهبات نعرفهم لا يمثل الا نسبه ضئيله جدا جدا من عدد الحاكمين. يعني في ناس عاشوا في الظلم وفي ناس ما حدش عارف عنهم حاجه، يعني عاشوا اثنين ما حدش عارف عنهم حاجه. يعني لسه بتكلم انا وابونا اسناس النهارده، في رهبان معروفين بالاسم دي ما نعرفش هم قالوا حياتهم فين ولا ازاي. نعرف ان ابونا فلان خرج السياحه حركه مش عارفين عايشين اثنين اكتر من واحد. وفكره السياحه جت من مين؟ جت من ان واحد عايش في مغاره جبل. مع الوقت الناس بيعرفوا مغارته وهو بيعرف الناس، وربما لأنه مكانه معروف فبيعرفوا يوصلوا له ويكتبوا له حاجه او ياخدوا منه حاجه. جرب يمشي في يوم وعجبته التمشيه الصحراء وفي الخلاء بيناجي الله في الخلاء ده عجبته، فكل كم يوم يمشي شويه، وبعدين كل يوم بقى يمشي حبه ويرجع مغارته تاني. وفي يوم خرج في الجبل وما رجعش، يعني قعد يومين ثلاثه ورجع مغارته. عجبته فكره انه يبقى هايم على وجهه وباقي حياته، لا ليه مكان معروف ولا حد يعرف سكته ولا ليه اكل منظم ولا ليه لبس بشكل منظم، وقرر انه يكمل حياته لحد ما ينتقل نادي العالم عايش لوحده. وحصل، يعني السائح ده مش راجل خارج القانون او شخصيه خياليه، لا 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 ابدا، بس ممكن يعدي على قريه ما حدش يعرفها يملى جرك الميه وياخده معاه، يعدي على مكان يجيب خبز منه، لا شجره ممكن ياخد منها شويه ثمار، نبع ميه ممكن ياخد منه حبه ميه، كوخ ما حدش قاعد فيه ممكن يقضي له فيه شهر او اثنين، ويتنقل من بلد لبلد ومن صحراء لزراعات ما حدش عارف منه. زي السائح الروسي اللي هو في كتاب اسمه سائح روس على دروب الرب، الراجل ده عاش حياته كلها كده،